استعراض مباريات اليوم. النهاردة في مباريات قوية جدا، سهرة ممتعة سواء في آسيا أو حتى أوروبا. نبدأ بمباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا. في مباراتين الساعة 7 إلا ربع، كلوب بروج هيلعب مع مانشستر سيتي، بشكتاش هيستضيف سبورتنج لشبونة، والساعة 9 باريس سان جيرمان سيستضيف لايبزيج، أياكس أمستردام هيستضيف بروسيا دورتموند، أتلتيكو مدريد هيستضيف ليفربول، بالتأكيد مباراة قمة الكل هيكون حريص على مشاهدتها عشان بالتأكيد محمد صلاح. الساعة 9 أيضا بورتو هيستضيف ميلان، الساعة 9 أيضا شختار دونيتسيك هيستضيف ريال مدريد، وفي الختام وفي نفس التوقيت إنتر ميلان هيستضيف شريف تريسبول. هذا الفريق بالتأكيد اللي عمل نتيجة مفاجأة مع ريال مدريد. طيب، نصف نهائي دوري أبطال آسيا وديربي وكلاسيكو الكرة السعودية، ولكن في دوري أبطال آسيا على نفس شكلة مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في دوري أبطال إفريقيا. الساعة 8 مساء اليوم النصر السعودي في مواجهة قوية جدا مع الهلال السعودي، بالتأكيد مباريات كبيرة النهاردة وهتبقى سهرة ممتعة سواء في اللقاءات الآسيوية أو حتى في اللقاءات الأوروبية. لكن